رجعنا لكم مع من جديد ومع ضيفتنا اكيد هديل الاشكلاني. هديل مصممة ازياء معروفة وتوها بداية طريقها وما نصير نقابلها وما نعرف شنو خطوط ابرز خطوط وتصاميم الازياء حاليا. هي انا اللي بسألها تحديدا عن القصات بس خلني تعبير. شنو ابرز القصات حق 2011؟ ابرز القصات هو طبعا من 2011، يعني حتى اقول لك من 2010 كان التركيز كله على الشغل اللي ديتيلز اللي على الشولدر. طبعا القصات عاد اللي اول شيء هب فيها بالمان كانت شذي المثلثه، بعدين حسوا انها ما كانت دارجه جدا فردوا يشغلونها بالشك والاحجار. الى الان ما زالت وتطورت انها صارت فيها اضافات سلاسل واشياء مثل هذه ويمكن قاعدين نشوفها يعني. وزائد انه صار في تركيز غير الشولدر، انه صار في على الخصر، انه صار ممكن انه نضيف على قصه الخصر قماش ثاني نسميها موضه الترانسبيرنت اللي هي الموضه الشفافه، وراح تشوفينها بعد الكتف راح تندرج زياده. فصار التركيز السنه هذه على الشولدر والويست اساس انه يصير يعني الويست انه تكملينه ليل الارجل تحت يعني يصير الترانسبيرنت. اي نعم. حلو. وهالموضه كنا نشوفها بالفنانين يعني بالثمانينات صحيح؟ عودة قوية لموضة الثمانينات صح. حاليا على مستوى بنشوف ليدي جاجا دائما عندها، وانا شفت نفس الابيض اللي انت مصممته يشبه شوية من نفس قصصتها ليدي جاجا. تحرصين انك تتابعين فنانين عالميين ناجحين وتستوحين منهم افكار؟ طبعا اكيد، لان الشباب والبنات عندنا دائما يعني لابد انه يكون لهم يعني يحبون يشوفون الفنانين الفنانات لبسهم اناقتهم اخر يعني توفرين على نفسك يمكن انك تدورين مده طويله كفنان بارز خصوصا بالمهرجانات العالميه. نعم. كان مثلا شوفين خلاص الموضه العالميه تنزل عليهم على النجوم العالميين يعني. نعم. فطبعا اكيد دائما اتابعهم. ايش رايك بالبحر اللي قاعد تمشى وقاعد الامواج قاعد تتلاطم على الساحل والماي بارد ويونس؟ مو طبيعي شعور كذي اني اقط نفسي بالبحر عادي. والله هذا شعور متبادل صراحه، ما راح اقدر اطب لان عندي برنامج ان شاء الله ورا البرنامج الطب عقب ان شاء الله. ان شاء الله بحيل الله. تستوحين من البحر افكار؟ اذا حابه مثلا استوحيتي، هل في نفنوف او فستان او تصميم معين استوحيتيه من البحر من الاخداف؟ والله عهود الطبيعة جميلة، البحر حلو، البر حلو، ثقافتنا كلها حلوة. نعم. ويعني احنا بنات يعني مثل بعض، اكثر روحي يعني لي الالهام حق اي تصميم اي قطعة للمرأة نفسها، وطبعا الطبيعة اكيد تأثر يعني المجتمع اللي انت عايشة فيه مهما يكون يأثر على ذوقك. نعم. فلا بد يكون في تات شرقي، طبعا الشرقي مستوحي من المجتمع اللي انا عايشة فيه اللي هو البحر والبر طبعا. جميل. اكيد كونك مصممة ازياء توك بداية طريقك، ودي اعرف منك شنو طموحاتك المستقبلية اللي تطمحين لها ان شاء الله؟ طموحاتي طبعا انا على طاري السؤال هذا اتمنى يعني ودي اقول حق الجميع ان لكل مجتهد نصيب، وانصح يعني كل بنت لها هواية معينة سواء انها تنسيق ازياء او انها حابة او اي عمل او اي حرفة انها تصبر، يعني يكون في صبر يكون في طموح واجتهاد يعني واصرار طبعا على النجاح، اهم شيء الاصرار والثقه بالنفس. طبعا انا بديت يعني بدايه جدا بسيطه عهود والحمد لله، يمكن حتى ما كان عندي مكان يعني دائما كنت في بيت الوالد الله يحفظه اللي يعني كان هو يمكن اللي دعمني. تحياتنا حق الوالد. حبيبي والوالده الله يطول بعمرهم. الله يخليهم يا ربي وما انسى زوجي. يعني ما قصروا معي والحين الحمد لله يمكن كان حلم من احلامي او هدفي اني افتتح اتيليه كبير حقي. نعم. والحمد لله الحين انا ان شاء الله يعني في طريقي اني افتح المكان يعني طور التجهيز. نعم. دائما اقول الحمد لله يعني كل انسان يبدا صغير. نعم. وربنا يكبره يعني. نعم. ولكل مجتهد نصيب. صحيح وموفقه دائما يا ربي في مجال دشينا يا هديل اشكلاني. حبيبتي. اكيد بفتخر فيك كمصممه وبنت كويتيه. تسلمي. عندك كلمه اخيره في ختام برنامجنا قولي لنا اياها. والله انا جدا فخوره اني في تلفزيون بلدي طبعا الكويت، وجدا فخوره فيكم يعني يعطيكم الف عافيه ما شاء الله شباب الروعه ويعني اهتمام كل شيء بالتفاصيل وبالعمل يعني كل شيء ما انا وايد صراحه سعيده فيكم وشكرا يعني اشكركم من كل قلبي والله يوفقكم واشوفكم ان شاء الله
مرة ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله. وإحنا من دواعي سرورنا أن نستضيفك، أنت أكيد موهبة وايد حلوة حبيبتي، ودواعي سرورنا أن نستضيفك وكل المواهب الشبابية الأخرى. كل الشكر والتقدير لك على تلبيتك دعوتنا وعلى قبولك استضافتنا في برنامجنا. كل الشكر والتقدير لك. العفو حبيبتي، حياكم الله. وبهذا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة الأسبوع الجاي مع برنامجكم نافيجيتر ابن بطوطة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج ومع السلامة. نور الدنيا ودي أقول اللي بيني وبينك كان أحلام كان غرام، ما ودي أنسى شوقي روحي كلي وشلون أنسى. جنني الخوف والهجر مغوى ونار الشوق.